مين حضرتك؟ أنا عيسى الناجي أبو كريم اللي أنت بسببه نقلت ابنك من المدرسة علشان تنمر على ابني وأذاه. وأنا مش فاهم حضرتك بتقصد إيه؟ مش فاهم. طبيعي إن ابنك يطلع كده إذا كان أبوه بيكذب. لا أحترم نفسك. أحترم نفسي؟ أنتوا إيه يا أخي؟ مربين وحوش؟ وإزاي سايبه كده على خلق الله؟ وربيته ازاي انت عشان يطلع كده؟ واصلا ابني ازاي؟ كان كتير عليك اللي حصل لك ده يا كريم، كتير عليك يا ابني، حقك عليا، حقك عليا اني سبتك يحصل لك كل ده. فوق بس وسيب الدنيا كلها عليا. كريم، كريم، كريم يا عيسى، كريم يا عيسى، كريم، 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 بالله على السلامة كريم، بالله على السلامة يا ابني، حبيبي الله، يا من أنت حنين يا رب، يا من أنت حنين يا رب. الحمد لله على السلامة حبيب بابا يا حبيبي. الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا رب. الحمد لله، الحمد لله حبيبي. الحمد لله على السلامة. أستاذ عيسى في بوليس برا. هايدي عيسى الناجي موجودة؟ أيوة أنا أبوها خير. بنت حضرتك متهمة في قضية قتل ومطلوب القبض عليها. ده إذن النيابة.